كنتش عاوز طبعا النظام السابق يصعد مع احمد شفيق، كان كده رجع النظام التاني ورجع حسني تاني، فاحنا دوت احنا حاربناه في التحرير والناس كتير وقفت في التحرير عشان تدافع عن الثوره، كده هو كده رجع ثوره تاني وهيعمل ثوره تاني النظام السابق. وكمان صعود الاخوان ما كناش عاوزينهم يصعدوا، كنا كانت في ناس مرشحه كتير كتير غير اخوان، فبنقول يمكن الاخوان تعمل حاجه وربنا سهل نشوف اللي جاي احسن باذن تعالى مع الاخوان باذن تعالى. يعني ما كانتش مصدمه قوي ولا حاجه، يعني كان يعني محمد مرسي كان محتمل كبير، ولكن احمد شفيق كان لا، ولكن برضو اللي هيجي فيهم احنا بنتمنى من الله ان هو يتقي الله فينا، بس يتقي الله في شعب مصر اللي جعل الناس دي توصل للمكان اللي هم بقى فيه دلوقتي. طب انت لما سمعت النتيجه كنت مصدوم ليه؟ والله مش مصدوم ولا حاجه، يعني اصل هم دلوقتي اتنين اقوياء وكنا نتمنى. كنت متوقع صعود شفيق للاعاده وحمدين صباحي، كنا نتمنى ان الاستاذ حمدين صباحي برضه كان يبقى في الاعاده، وربنا يولي من يصلح على الجميع. يعني بالنسبه للتوقع ما كانش حد يتوقع اي حاجه الانتخابات دي، لان اولا طبعا في احصائيات حصلت وكان كل الاحصائيات بتتوقع بين مثلا الاستاذ عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح اكتر الناس، انما بالنسبه للنتيجه النهائيه ما كانش متوقع بين احمد شفيق الفريق احمد شفيق والدكتور محمد المرسي. ليه طبعا؟ لان بالنسبه لاحمد شفيق كل الكلام والاقاويل اللي اتقالت للاسف انه عشان طبعا طبعا النظام السابق والكلام ده كله للاسف ده كان برضه ممكن يبقى ليه تاثير جامد، فهو التوقع المفاجاه ان كان الشعب ليه راي تاني والصناديق نفسها طلعت لها راي تاني، وده كان الاهم، ده الواقع اللي احنا فيه. اه طبعا حضرتك، لان طبعا اولا انتخابات جميع الناس كلها شادت بيها، يعني ما فيش اي حد يقدر يتكلم حتى في الانتخابات دي بالذات والشفافيه اللي حصلت فيها والنزاهه اللي حصلت فيها ما حد يقدر يتكلم، فاصبح ان دي النتيجه الطبيعيه والتوقع للصناديق وراده الشعب. ده عادي خالص، عادي، كانت كويسه، كان كويسه لان حاجه تفرح، يعني الشعب المصري كان كله في يعني قولي خليني اقولها لك بطريقه ثانيه، انت كنت متوقع صعود شفيق ومرسي الى الاعاده؟ عادي عادي، لاني كان الصراحه كان الاصوات كتيره يعني مع محمد مرسي ومع احمد شفيق، فكان بالنسبه لنا عادي. اه عادي خالص. صادمه. ليه؟ كنت مصدوم ليه؟ لان بعد معاناه الشعب في التحرير وكده يعني توقعت الاختيار مش هيكون كده خالص، لكن للاسف يعني النتائج جت كلاهما مر. اقولها صراحه يعني كلاهما اختيار مر. بالنسبه ليا بصراحه يعني جت عكس اللي انا كنت متوقعه. اه يعني انا كنت متوقع الصباح ان هو اللي هيكسب عشان بحبه قوي يعني. اه لكن ولا عايزين فلول ولا عايزين اخوان، بس يعني هو ده بس صعقنا بقى بين الفريق وما بين الاخوان، واحنا شفنا ايه من الاخوان ولا شفنا ايه من الفلول ولا حاجه. ما احنا الله اعلم بقى، يعني ربنا يتولى الاصلح يا بنتي. لا طبعا ما حدش متوقعها لحد دلوقتي، ما حدش متوقعها. وبعدين احنا عايزين الصالح للبلد بس، مش مهم يا محمد شفيق، مش مهم اي حد، بس المهم انه ايه اللي ينجح ينجح، عشان خاطر احنا شفنا مؤاخذة 40 سنة و30 سنة ذل. ده معناه ان احنا نجيب بتوع النظام السابق؟ لا النظام السابق طبعا طبعا ما ينصحش يكون حد من النظام السابق ابدا. لازم يكون جديد عشان خاطر طبعا احنا عايزين مؤاخذة، خلاص بقى نشوف خير ونشوف هذا. احنا اغنى بلد في العالم واحاليا دلوقتي افقر بلد في العالم، يعني على الفراعنه في تاريخ حياتك طول عمرها اغنى بلد في العالم. احنا حاليا دلوقتي لا مؤاخذه بقينا لا مؤاخذه ولا شغل ولا عطله ولا اي حاجه ولا عارفين نجيب رغيف العيش حتى. لا كان متوقع، لان مرسي واقف ورا الدعوه والجمعيه الشرعيه بكل قوتها، وشفيق واقف ورا النظام القديم بكل قوته، متوقع. ده شيء طبيعي. يعني تخيل انت المجموعه الاسلاميه كلها واقفه وراه. وشاف يقف ورا النظام القديم كله. والله نتائج الانتخابات كانت متوقعه بنسبه يعني نقول 50% ان حزب الحريه والعداله كان واخد اصوات كتير، لانه حزب مرتب في ناس شغاله فيه جامد. كانت متوقعه صعود الفريق احمد شفيق؟ كان متوقع صعود حمدين صباحي واللواء شفيق، ويا ريت كان يبقى كان في اعاده كان ما بين اللواء احمد شفيق وحمدين صباحي والاستاذ الدكتور محمد مرسي. دي كان بره هتبقى في حاجات كتير قوي كتير قوي كانت هتظهر وحاجات كتير. عارف من الاعاده لازم تكون بين مرشحين فقط وليس ثلاثه. بنقول لو كان في اعاده كان بنسبه الثلاثه، فبنقول ربنا يولي من يصلح في الاعاده دي والشعب يختار ونحترم
يفكر الصندوق اللي هو هيطلع في الصندوق ان شاء الله ايا كان ايا كان المرشح ايا كان الانسان اللي هيطلع، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الشعب ربنا يوفقه في الاختيار الصالح، ونحترم الصندوق اللي يطلع فيه الرئيس الجمهوريه ان شاء الله. صدمه طبعا. ليه كنت مصدومه؟ بالنسبه لاحمد شفيق. مصدومه فعلا، ما كانش متوقع خالص ان هو يبقى الاول. طبعا طبعا طبعا، هما الاثنين يعني الاثنين الحاجات اللي عندهم كتيره يعني، وان شاء الله يطلعوا بالبلد، اي واحد منهم يعني يطلع البلد فوق يعني ان شاء الله. متوقع. ليه كنت متوقع؟ ان هو محمد مرسي شعبيته جامده، واحمد شفيق من الناس القدام اللي يعرف ازاي يلم ناس ليه بالنسبه للانتخابات. بالنسبه ليه ما كانتش متوقعه يعني، بالنسبه ليا انا ما كنتش متوقع، انا كنت متوقع ان في ناس ثانيه اللي هتوصل للسباق النهائي زي ما بيقولوا، انما هو بقى يعني اراده ربنا فوق كل شيء. بس هل نتائج الانتخابات الرئاسيه كانت متوقعه بالنسبه لك؟ والله النتيجه يعني عادي، مش طالما الناس هم اللي اختاروا النتيجه دهيت، سواء كان اخوان او احمد شفيق. انت كمواطن مصري اكيد كنت متوقع ان قاعده بين فلان وفلان او ما الى ذلك، انت اول ما سمعت النتيجه كنت متوقعها ولا اتصدمت؟ لا لا، كنا متوقعينها عادي يعني. على اساس ليه كنت متوقع؟ هم اغلب الناس عايزين ان الدنيا تكون هاديه وكده، ونفسهم ان البلد تبقى مرتاحه واقتصادها يبقى كويس، بس في نفس الوقت ايا كان اي اللي يمسك البلد مش مشكله يعني، سواء كان اخوان او احمد شفيق. بس هو الواحد بيتمنى ان البلد ربنا يصلح حالها بس، مش اكتر يعني، ان شاء الله باذن الله يعني. متوقع ان هم يسقطوا الاثنين، بس هم جم كده ما تعرفش ايه في البلد يعني، ايه الظروف بالظبط، في ايه بالظبط. كنا عايزين حمدين الصباح، لا عايزين ابو الفتوح ولا عايزين المرسي ولا عايزين شفيق ولا عايزين الناس دي خالص. لا انا ما توقعش حاجه، بس انا كنت متاكد يعني الناس كلها هتدي لمحمد مرسي، لكن انا ما كنتش متوقع يعني حد يدي احمد شفيق. لا بصراحه يعني، لكن انا كنت متوقع ان محمد مرسي. ليه ما كنتش متوقع؟ لا مش عشان هو وحش ولا حلو يعني، ده من الطائفه القديمه، طائفه محمد حسني مبارك بس.